بيحمل بطوله ورا بطوله. مروان مليون مبروك، تحيات اولا الكابتن شوبير ليك، واحد من اهم وافضل اللاعبين في النادي الاهلي خلال الفتره الاخيره منذ انضمامك للنادي الاهلي، مليون مبروك يا مروان. الحمد لله، الله يبارك فيك على النعمه ديت، نعمه كبيره طبعا من ربنا. الحمد لله الواحد بيحاول يستغلها وبيحاول يجتهد الحمد لله في الملعب وبينفذ التعليمات. اكيد طبعا مش هتلعب في الملعب لوحدك، اكيد طبعا بمساعده زمايلك وفرقتك، احنا 11 لاعب كلنا بنكمل بعض، هو وهي دي سيستم النادي الاهلي ودي محبه النادي الاهلي، كلنا بنشيل بعض سواء بتلعب او ما بتلعبش. ببارك طبعا للعيب او والمجلس الاداره، وببارك لمفاسة كابتن اكرم توفيق اللاعب. بص لعيب راجل حبيبي اخويا، راجل انت اللي راجل والله حبيبي. بص يا مروان، المحبه دي محبه لعيب بيلعب معاك في نفس المركز، اعتقد دي ان دل... لا والله والله كلنا اللي بيلعب اللي ما بيلعبش دايما في ظهر بعض، كل واحد بياخد رزقه وبياخد نصيبه، اللعب ده سبب من ربنا يعني، ده ربنا بيرجع لحد ان هو يلعب، بس كلنا بنحب بعض وكلنا بنشيل بعض وكلنا في ظهر بعض، سواء مروان لعب، اكرم لعب، كوكا لعب، امام لعب، سلاي لعب، قفشه، كلنا في ظهر بعض، كلنا بنحب بعض، كلنا عايزين الخير للفرقه، عشان كده ربنا بيكرمها. فان شاء الله باذن الله باذن الله طبعا ببارك للاعيبه وببارك لمجلس الاداره وبحيي الكابتن شوبير طبعا في الاستوديو، بقول له يا رب دايما كده نفرحوك ونفرحوا جماهير النادي الاهلي دايما ودايما مزيد من البطولات باذن الله. مروان لو يعني انت عارف من خلال قناه النادي الاهلي دايما بنتكلم بكل وضوح، لو دورت في عدد المباريات اللي مروان منذ انضمام النادي الاهلي قلت مستوى قليل في مباراه، مش هتطلع مباراه يعني، مروان عنده واحد من اللي عنده ثبات في المستوى ودي ما شاء الله ربنا يعني يحميك عليها يا مروان، السر في ايه يا مروان؟ الحمد لله والله السر والله يعني اقول لك ايه، طول ما الواحد بار باهله وبيعامل اهله بشكل كويس وبيحب اهله وبيحب كل الناس وقلبه ابيض من جوه وبيتمنى الخير لكل الناس، ربنا هيديله الخير كله. طبعا دي مش شطاره طبعا مني، بس ده رزق من عند ربنا، بس الواحد بيحاول يجتهد وبيسعى، الحمد لله بيحاول ينفذ تعليمات المدرب، الحمد لله ربنا كرمنا. خلي بالك اكرم مستعجل. اكرم عايز